ما شاء الله عليهم يا سلامة، أولادنا يكبرون بسرعة صح؟ هي ولسلامة نمو أطفالنا، البروتين وايد مهم لأنه يساهم في بناء خلايا الجسم ها؟ ويساعد الأنسجة والعضلات على النمو. هي بين عمر 2 إلى 3 سنوات الأطفال يحتاجون 2 حصص تقريباً من البروتين، يعني 16 جرام يومياً، وأربع حصص حتى 8 سنوات، وخمس حصص من عمر 9 إلى 13 سنة. ولكن أنصحك يا سلامة أنك تنوعين البروتين. ليش؟ لأن البروتين من مصادر حيوانية يحتوي على 9 أحماض أمينية يحتاجها الجسم، عشان شي نسميه بروتين عالي الجودة. أها. 100 جرام من لحم البقر فيه 23 جرام من البروتين، أما السمك 20 جرام، وكوب الحليب 8 جرامات. أوه. أما البروتين النباتي ممكن أنه يحتوي على 1 بس من هاي الأحماض الأمينية، ومن شي نسميه بروتين غير كامل. لهالسبب يا سلامة ممكن تنوعين في البروتين النباتي، يعني عدس مع عيش، حمص مع خبز بالقمح الكامل. وكل الأحوال خلي الوجبات الرئيسية للطفل تكون منوعة عشان يضمن كل المغذيات، ومن ضمنها البروتين. وعساكم دوم صحة وسعادة.